أعلم إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إذا صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم. أجل. هذا يكفي. هرباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها الى السماء، واكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم. سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق اهل مدينتي بابل وأور جميعا. مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر. سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس، حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية. أين هو؟ إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟ المنجنيق. المنجنيق. تمهلوا لحظة. ماذا تريد؟ أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به، فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين. تعالي. لا، أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل. الله أكبر.